اسمي حيدر، اللي طلع بالأخبار وقال لكم عمره 43 سنة، شخص وإصابتي بالكورونا اليوم 3/3/2020. انحجرت منه وقت البارحة بمستشفى ابن الخطيب اللي صاير بجسر ديالة بالتويته. تشوفون هسه صار 4 مرات تقريبا، ربع ساعة أدق ما حد يجاوب ولا أحد راح يجي. هاي ايش مكتوب هنا؟ ردهد كورونا. هذا دولاب تجهيز كورونا، هذا الترتيب. احنا كل مريض بغرفة يعني بشير. هذا حمامي، وهذا قلت لكم حمامي. هاي الصندوق هو انا لقيته هنا، انا معلقه النظافة مليار. هذا بوري المي، وهذا المي القوي. يعني لو انا حق اغسل ايدي لو ما راح. واذا فتحت هذا مال الحمام بعد ما يطلع المي.